Maßnahmen seiner Kinder ansetzen. Noch ein Schleif schon. Bedeutung. Noch wurde denn, wenn wir den schon vorgelegen haben, was soll ich denn? Aber ich würde eine Film natürlich empfehlen. Und ich kriege die Instruction per Dienst. Die sieht man aber an. Microcontroller für Ende drauf. Kenny? Microcontroller. Auch Microcontroller. Ich bin da belegt und aber an. Ich bin da auch immer. Ja, die sieht jetzt schon die. Und die Probleme sind auch in der Sache. Wollen wir mal gut? Logik. Logik. برضه يشبه شويه سيميلينج. يعني تحط شويه بلوكس وتوصل مع بعض.
السيكوينشال فلو شارت ممكن نقول انها طريقه بتنظم بيها الكود اكتر ما انها طريقه كودنج لوحدها. يعني نادر لما واحد يحط بالمناسبه انت ممكن وانا ابرمج البي بي سي مش شرط ابرمجه كله لبن، ممكن يبقى جزء لبن وجزء انستراكشن ليست وجزء انستراكشن تكست ارقام. تمام كده؟ كويس. لو انا ببرمج السيكونشال فلو شارت نادر ان انت تعمل برنامج مجرد سيكونشال فلو شارت. ليه؟ مجرد سيكونشال فلو شارت صح؟ لان السيكونشال فلو شارت عباره عن ان انت مثلا بتحط ستيب مثلا كده هو هي بتقسم يكون عندك حاجه اسمها ستيب وحاجه اسمها ترانزيشن. كويس. الستيب دي بيبقى جواها برنامج مثلا ممكن يبقى لبن. يعني جوه الستيب دي وانا في مرحله الستيب بنفذ برنامج معين. ممكن يبقى لبن، ممكن يبقى فانكشن بلوك، ممكن يبقى فانكشن تكست، ممكن يبقى كويس. لما يتحقق كونديشن معين ينتقل هو لما الكونديشن ده بكتبه جوه الترانزيشن. لما يتحقق كونديشن معين يقوم هو سايب الترانزيشن او سايب الستيب رقم واحد ويعمل ترانزيشن للستيب رقم. طب الستيب رقم 2 فيها كود مختلف عن الستيب رقم 1. الحاجات دي بحتاجها امتى؟ بحتاجها لما يكون عندي مثلا كيميكال بروسيس كويس او حاجه ليها علاقه بالفود اندستري. غالبا العمليه دي مثلا ايه في الاول مش عارف بيسخن عند درجه حراره معينه ومش عارف بيملى التانك بتاع ايه عند كذا خلاص، وبعد فتره بيتحقق كونديشن معين او يوصل مثلا لو عنده محلول ولا حاجه يوصل يوصله ليه سيتويشن معين او وضع معين يكون ناقل على الستيب 2. الستيب 2 ممكن يكون بدل ما هو كان بيسخن يكون بيبطل. فاهمني؟ فبيعمل بروسس مختلف تماما عن اللي هو كان بيعمله. كويس؟ وبالتالي البطل والحاجات الاكتويشنز اللي كانت شغاله في الكيس الاولى لا مش هي اللي شغاله خالص في الكيس الثاني. فهو كان دي جواها برنامج ودي جواها برنامج بس انت بتنفذ البرنامج ده وانت بتنفذ البرنامج ده. الستيب 2 خلص الستيب 2 وتحقق ترانزيشن اللي هو رقم 2 كويس، هيقوم سايب هو الستيب 2 داخل على الستيب 3. ممكن يجي في الاخر يقوم داخل الثاني وراجع لايه؟ للستيب الاولى عشان يعيد السايكل. هو طريقه اقدر اشوفها انها تاخد يعني تنظيم الكود اكتر منها انها يبقى بحد ذاتها ايه؟ كويس؟ وزي ما قلت لك غالبا انت بتعمل ميكس من كل الايه؟ كل الحاجات دي. لان في الاخر تقريبا اي فانكشن انت عايزها تقدر تعملها باي لانجوج بس ساعات بيكون في واحده اسهل من الثانيه في طريقه اسهل في الثانيه. احنا هنركز على اللبن وشويه الايه؟ الفانكشن. بس قبل ما نتكلم عن اللبن والبروجرامنج عايزين نتكلم الاول هي ايه الكومبوننتس الاساسيه دي؟ ايه البيزك اليمنتس؟ افترض ان انت عندك حاجه اسمها كونتنت كويس، وده ساعتها هيكون هنا الهم اللي اوبن كونتنت، ممكن يبقى اللي هو الهم اللي كلوز ايه؟ وفي كويري طبعا في حاجات صور مختلفه في الكونتكست وفي الكويري. عايزين نفضل في التفاصيل دلوقتي، عايزين نتكلم عن شكل البيزك خالص. الفكره الرئيسيه بتاعت اللابات هي نفس الكونسيبت الرئيسي بتاع الكلاسيك كنترول. كيفيه تخيل ان انت عندك باص عليه مثلا فولت هنا اهوت والباص الثاني زيرو. حلو؟ فلو انا عايز اشغل كوين، الكوين ده بالنسبه لي بيمثل الاول، فاي اول بمثله كوين. ومبدئيا الانبوت بمثلها كوين. فانا عندي نوت كويل معين ولكن الكويل دوت بتاع الطوب وبيلي مثلا بيشغل الطوب، فانا مستني كونتاكت معين او انبوت معين يجي يشغل الايه؟ يشغل الكويل بتاعه. كويس؟ الكونتاكت دوت هيكون بيمثل ايه في السكرين؟ بوش بوتون مثلا. فانا ممكن يبقى عندي ان هو بوش بوتون اسمه ستارت بوش بوتون. لما هيدوس عليه هيلقط الايه؟ هيشغل الكويل. صح؟ ليه؟ لان المفترض ان ده واحد بس عليه 24 وده زيرو، فبالتالي اول ما انا هدوس على الفوش بوتون هيقفل الكونتاكت ده اللي هي النورمال اللي هو الكونتاكت هتقفل، وبالتالي هياكتف الايه؟ هياكتف الكونتاكت. في مشكله في الكلام ده؟ كويس. لو انت شلت ايدك من على الفوش بوتون ايه اللي هيحصل؟ هيفصل.
هل انت عايزه يفصل وهتفضل دايس على طول على الدوش موتور؟ اكيد لا. طيب فهتعمل ايه؟ قال لك الكونتاكت مش شرط تكون بتتاكد في الانبوت بس، الاوتبوت كمان ممكن يبقى ليها الاوتبوت كمان ممكن اخد منها كونتاكت. جميل؟ فانا هاخد كونتاكت من الاوتبوت اللي هو الام اللي بتاع الفوق ده اهو كويس، بحيث ان انا لما هدوس على الستارت دوش موتور ايه اللي هيحصل؟ الموتور هيشتغل ولا تحت هيشتغل؟ الموتور هيشتغل ده هيقفل، فدوت كل الكلام دوت هيشتغل، الكلام دوت هيشتغل ده كمان هيقفل. شلت انت ايدك ان هو من على الستارت بوش موتور هيرجع هيفضل برضه الايه؟ الكوين دوت شغال عشان خاطر اللاتش اللي انت ايه؟ فضمنت ان انا البوش موتور بس قدرت ان انا افضل مشغل الايه؟ الكوين على طول. عايز اوقف الكلام ده اوقفه ازاي؟ مش مكتوب برضه البوست اجي ان هو مدفع كبيره واقوم حاطط ايه؟ بوش بوتن تاني، بس البوش بوتن تاني اللي هو مالي كلوز كويس؟ لما احط بوش بوتن تاني اللي هو مالي كلوز لما انت هتدوس على البوش بوتن دوت الموتور هيشتغل وبالتالي الاكش هيشتغل وبالتالي هيفضل الموتور شغال. انت لما تيجي تدوس بقى انت عايز توقف هتقوم دايس على الستوب بوش بوتن. لما تدوس على الستوب بوش بوتن ايه اللي هيحصل؟ النورمال كلوز هيتحول ان هو يبقى اوبن، مش نورمال اوبن، هو نورمال كلوز هيتحول ان هو يبقى اوبن خلاص. فلما هتفتح الكونتاكت اللي يبقى اوبن هيرفع الايه؟ التغذيه عن الموتور، فالموتور دوت هيكون فاصل. فانس ان هو فاصل هيرجع الايه؟ الكونتاكت بتاعه هيفصل، لان الكونتاكت بتاعه هيفصل. انت بقى لما تشد ايدك بعد كده من على البوش بوتن هتلاقي ان دوت رجع تاني الوضع ايه؟ الاصل جاهز ان انت تعمل ستارت. في مشكله في الكلام ده؟ كويس الكلام ده واضح مفيش مشكله. الكلام ده طبعا احنا ما بنتكلمش عن كوري حقيقي وما بنتكلمش عن كونتاكتس حقيقي. الكلام ده كله فيرجن، ده كودنج جوه الايه؟ جوه البي بي سي. لكن البي بي سي نفسه هيبقى عنده ان هو مثلا نقطه اي او كويس امز الاولاني ده هيكون واصل فيزيكالي على مش بطن صح؟ على الستارت مش بطن. في امبو تاني مثلا اهو هيبقى واصل على الستوب مش بطن وفي امبو هيبقى واصل على الكويل بتاع الدور مثلا او على الكويل البلي يعني بتاع الدور خلاص اللي هو الامبو اللي مثلا. جميل كده؟ يبقى انا عندي انبوت صح وصل على البي ال سي فعلا وعندي اوت وصل على البي ال سي فعلا. تعال نبص للكلام ده بقى فيزيكال. انت هتعمل ايه؟ انت هتدوس على البوش بوتن ده فعلا هيوصل 24 فولت للانبوت الاولاني. لما بيوصل 24 فولت للانبوت الاولاني بيشوف الحاجات اللي مربوطه بالانبوت الاولاني فلقى الكونتاكت دوت مربوط بالانبوت الاولاني ولقى ان الكونتاكت دوت هو نورمالي اوبن كويس. فده معناه ان لما يوصل له 24 فولت يعمل فيه ايه؟ يعكس حاجه كويس. فلو هو اوبن يفل، لو هو نورمال اوبن يفل كويس. يبقى انا لما بيوصل لي 24 فولت على الانبوت بعكس حاله او الاستيتس بتاعي الكونتاكت اللي موجود في الايه؟ في البرنامج. في مشكله في الكلام ده؟ بالتالي لو الموتور دوت كان شغال وانت دوست على الموتور مش موتور هتعمل ايه؟ هتوصل 24 فولت. فلما توصل 24 فولت على الانبوت فعلا ايه اللي هيحصل؟ هيعكس حاجه بدل ما هو كلوز هيقوم ايه؟ تاكد هيقوم مانع من طول ان هو يشتغل. ده فعلا ان الاسلوب جوز بوك دوت كان اصلا فيزيكالي نورمال كلوز. لما اضغط افصل انت لما هتدوس على البوش بوك ايه اللي هيحصل؟ عشان افصل 24 فولت مش هروح انت ركز معايا تاني في الكيس اللي موجود دلوقتي. انا عندي الستوب بوش بوتن على طول واصل يعني على طول موصل 24 فولت ان هو دايما اكس يعني على طول الكونتاكت ديت معكوسه حلو. لو انا حطيتها نورمال كلوز يبقى هي على طول ايه؟ مفتوحه كويس. فتيجي حضرتك تدوس على الستوب بوش بوتن مش هيقوم الموتور فاهم حاجه؟ ايوه طيب خلينا نورمال فانا هشيل الايه؟ الكونتاكت دوت هخليه ان هو يكون نورمال اوبن.
معنى ان هو ممكن يقول معناه ايه؟ معناه ان انا على طول نتيجه ان البوش بوتن على طول بتاع الستوب نورمال كلوز على طول موصل 24 فولت للانبوت وبالتالي عامل على طول انرجيزيشن للانبوت يبقى الانبوت دوت على طول مقفول. الكونتاكت كده على طول مقفول. مش مقفول عشان هي نورمال كلوز. هي مقفوله عشان البوش بوتن بتاع الستوب على طول موصل 24. تمام كده؟ لما حضرتك بقى تيجي تشحن تدوس على الستوب والستوب خلاص الكونتاكت دي في النص المسار مقفوله فبالتالي هتعرف تشغل الموتور مفيش مشكله. لما تيجي تفصل هتقوم فاصل ال 24 فولت عن الانبوت بتاع الستوب. فلما تفصل ال 24 فولت عن الانبوت بتاع الستوب ايه اللي يحصل؟ هيقوم هو على طول راجع للنورمال ستيت بتاعته اللي هي النورمال وبالتالي هيقوم فاصل. طب دي ايه ميزتها؟ ايه ميزه ان انا اعمل الستوب ان هو يكون فيزيكالي نورمال كلوز؟ امان يعني. الفكرة لا مش لو مش هو مباراة الفكرة ان هو لو اتقطع الوايب دوت كويس فهيبقى كانك بتدوس على الستوب بوست بوست في الموقف هيبقى كده وايد يعني مش البوش بوست بقى يعني حسب مشكلة في السلك السلك بس امان يعني كويس بس مش شرط ده يكون السيف ستيتس اللي انت دايما هتطلعه يعني مش دايما هتكون الحاجة الامان او السيف ان انا احط الستوب بوش بوتن هو في حاجات ممكن يبقى السيف كونديشن بتاعها انها تبقى شغاله. كويس؟ يعني لو انا بتكلم عن بامب مثلا بتاع تحقيق ولا حاجه السيف كونديشن انها تشتغل غلط احسن ما هي ما تشتغلش. على حسب انت الابلكيشن بتاعك ايه بتختار ساعتها الستوب بوش بوتن دوت هو نورمال كلوز ولا نورمال. تمام كده؟ التركيبه دي كده احنا بنسميها لاتش. ميزه اللاتش ده بقول لكم ان هو لو انت حصل عندك هبط بسيط وجت تاني انت مش هتبقى الموتور مش هيبقى موجود هيقوم بس لما ترجع تاني تدي الايه؟ ستوب تدي ستارت بوش بوتون مره ثانيه. اللاتش ده هل دي طريقه ثانيه غير ان احنا نستخدمه في صوره اللاتش؟ يعني لو انا عايز اعمل اللاتش دوت في صوره فليب فانكشن فليب يعني اللي هو احنا عندنا ايه؟ فاكر انت الفليب فلوب بتاع السيت ست؟ كويس فانا كان بيبقى عندك ان هو ايه؟ الاندوز اللي هم السيت والسيت وعندك الايه؟ الاوت اللي هو الكيو وكنا ساعتها بنحط حتى ال فويس كيبل الاس ار لو احنا لو السيت لو احنا نبدا الاول بزيرو وبعدين لو السيت واحد سيت بزيرو يطلع ماتك ايه؟ يطلع واحد. طيب لو سيت هو اللي في واحد وسيت بزيرو يطلع ماتك ايه؟ زيرو. لو الاثنين بزيرو المفروض ان هو هيجيب اللاست ستيت. صح؟ لو الاثنين بواحد ايه اللي يحصل؟ حسب الاولويه بقى. في الاول في الفليب فلوب كنا بنقول ما ينفعش. صح؟ لكن انا قلت ما انت دوت سوفت وير وفي الاخر الكلوك دوت جواه كودينج. فهو على حسب انت محدد البريورتي لمين؟ للست ولا للست؟ لو انت محدد البريورتي للست هيطلع اول واحد، لو انت محدد البريورتي للست هيطلع الاول خلاص على انت على انت اللي بتحدد ساعتها مين اللي ليه هاير ايه بريورتي. طيب فاحنا بنسمي الكلوك دوت اسمه ايه؟ ست ست خلاص؟ وبالتالي ممكن تكون حاطه في وسط اللادر بروجرام ويكون موصل عليه ان هو تاني كونتاكت مثلا بتاعت الستارت بوش بوتن هي وتوصل ان هو عليه كونتاكت بتاعت الستوب بوش بوتن كويس ودي توصل الاول بتاعه على الكويس تمام كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ في حاجة تانية عايزين برضه نفتكرها كده شوية اللي هي التايمر. احنا عندنا كام نوع تايمر شوية؟ قلنا دايب دايب 12 في كتير تايمر. لاسين اللي هو ايه؟ لاسين هو الاون بلاي. الاون بلاي تايمر اون بلاي. والاوف بلاي. والباص. والباص تايمر. الاون ديلي
اي فايبر في الاخر هو مين؟ امبوت وي دي سيت فاليو للتايم وي اوت. فاحنا تعالى نبص مثلا على العلاقه ما بين الانبوت وما بين الاوت. لو الانبوت بالشكل ده وتخيل ان التايم ده مثلا كان ايه؟ كان 2 سكند وده التايم ده يبقى بتاع الانبوت، الاول هيبقى عامل ازاي؟ طيب ده الجانب بتاع الاوت بتاع الاوت هيبقى عامل ازاي؟ طول ما الانبوت بزيرو هيفضل هو بزيرو، اول ما الانبوت يبقى ب 1 هل الاوت هيبقى ب 1؟ لا لا هيستنى 2 سكند وبعد 2 سكند دول هيطلع ان هو يبقى بواحد. وانس ان الانبوت نزل لزيرو الاوت كمان هينزل لزيرو. يبقى كلمه اون ديلي معناها ان هو بيتاخر في الاون. لكن كاوف تايم هو بيبقى معاه. في الاوف جري طيب العكس تماما هيتاخر في الاوف لكن مش هيتاخر في الايه؟ في الـ في الون. فادي الايه مثلا اهو فانا هاجي هنا اهو اهو ادي الاول بيزيد كل ما ايه؟ كل ما الانبوت بيزيد. اول ما الانبوت دوت هيشتغل الاوت هيشتغل معاه مفيش مشكله يبقى هما الاثنين مع بعض وهيفضل شغال معاك. لما يقفل الانبوت الاوت هيفضل شغال بعديه كمان لمده ثانيه. طيب ايه امثل حاجه في الموضوع ده؟ او الحاجه اللي انت لازم تخلي بالك منها. خلي بالك منها ان انت لما هتخش في الحته دي انت فاصل الانبوت عن التايمر صح؟ بس التايمر هيفضل شغال. والاوت بتاعه هيفضل شغال. يعني مش هتعرف تفصله في الوقت ده. كويس؟ يعني ده كانه اوت اوف كنترول. الحته دي كانها اوت اوف كنترول. لازم اوت ديلي تايمر الجزء اللي في الاخر ده انت دلوقتي هتفصله ازاي؟ مش هتعرف تفصله، انت فصلت الانبوت بتاعك بس انت مش هتقدر توقفه. كويس؟ ممكن تحاول بعد كده تمنع الاوت بتاعه انه يوصل مكان معين في الكور. بس في الاخر طول ما انت في الفتره دي انت مش عارف توقف. خلاص؟ ملوش حل. في معظم البرامج. في معظم لان في بعض البروجرامز الثانيه ممكن يبقى فيها مثلا حاجه اسمها ريسيت حاجه اسمها مش عارف كذا لو ليها انبوتس زياده في التايم بس المعتاد او المنتشر ان هو التايم خلاص هو انبوت تايم فحضرتك فصلت عنه الانبوت هو ما وقفش فما فيش حاجه ممكن تقدر تعملها. البالانس دايما فيه كلام شويه ادي الانبوت كويس عايزين نرسم شكل ايه؟ شكل الاوت اللي قصاد الانبوت خلينا نتخيل ان الباص دي مثلا هنا اهوت اللي هي بتاعت الانبوت دي مثلا حوالي ايه؟ 4 سكند معنى ان الباص تايمر طيب ابقى انا مديله السكند بتاعته 2 سكند فدوت معناه ان هو مع الانبوت اول ما الانبوت تيجي هيكون هو الاول شغال مفيش مشكله. كويس؟ بس هيقعد لمده ثانيتين بس وبعدين يتفصل. انت فضلت شغال بعد كده مش دعوه بيها. كويس؟ فلما اطلع القصايه الويتس بتاعها 2 سكند بس. وبيبقى الاختلاف هنا لو انا اديتك بلصايه 1 سكند هتفصل بعد 1 ولا بعد ثانيتين؟ بعد 1 عشان انت على حسب النوع بتاع على حسب البرنامج او السوفت وير اللي انت شغال في حاجات بتفصل فعلا لازم اكستند وانس ان هو فصل بتفصل ما هو كلمه اكستند دي مش موجوده في كل الايه؟ مش موجوده في كل السوفت وير كويس؟ ولا هو هيفضل قاعد مكمل السنتين بتوعه انت قلت له سنتين يبقى هم سنتين كويس فبتختلف فانت محتاج قبل ما تتعامل مع السوفت وير لازم تكون محل بالك وانت شغال تعمل ممتاز كده؟ تمام كومنت كويس اللي بعد التايمرز ايه؟ اوكي تمام
استمرار انا مش بنت استمرار انت عارف انت الجزء الخاص بالكامبس. الكامبس ليها انواع مختلفه، اشهرهم هو الاب كامبس تمام كده. الاب كامبس من اسمه انت منتظر ان هو يبقى ليه ايه؟ منتظر ان هو يكون ليه انبوت الحاجه اللي هو هيعملها بس، ومنتظر ان هو يكون ليه اوت ان هو يدي لك سيجنال يقول لك انا وصلت للعدد اللي انت عايزه. طب يعرف العدد اللي هو اللي انا عايزه ازاي؟ يبقى ليه حاجه اسمها ريليس ايفنت. يبقى انا منتظر من الكاونتر من الاب كاونتر ان انا هدي له انبوت معين كويس مع هيعد عدد الباصز اللي موجوده. يعني انا دلوقتي مثلا هكون موصله على بوش بوتون، كل ما تدوس على بوش بوتون كل ما هو هي ايه هيعد عدد. يعني هو بيبص على البوست الانتر، كل ما هتقوم مديله بوست الانتر هيقوم هو عامل لك ايه عدد، مديله بوست الانتر الثاني هيقوم مديلك ايه عدد ثاني وهكذا لحد ما يوصل للريسيت فاليو. لو انت حطيت له ان هو ان الريسيت فاليو ديت 10 فده معناه ان هو لما هيجي له 10 عدات صح او 10 بوست ايدج هيقوم هو مطلع الاوت ان هو يبقى ايه؟ يبقى واحد. تمام كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ كويس. يعني كان الكاونتر او الانبوت بتاعه عمال يزيد كده هو، ولما يوصل مثلا رقم معين اللي هو 10 ساعتها الاوت اللي هو هيبقى هنا بزيرو هيفضل بزيرو بزيرو بزيرو. اول ما انت تعدي ال 10 يقوم هو ايه؟ يبقى بواحد ويفضل ثابت على الواحد. في مشكله في الكلام ده؟ طيب الكلام دوت في كل الكاركترز اللي في الجيم، كل الكاركترز فيما عدا الكاركترز اللي موجوده في سوفت وير اسمه سيمانيك مانجر بتاع سي. خلاص؟ لا مش فاهم عليك. الكاركتر كل السيرز بتاعت سيمينز؟ لا سيمينز مانجمنت سوفت وير مانجمنت. لا سوفت وير مانجمنت سنة شوية كويس. هو في مشكلة واحدة بس، إن الأوتبوت دوت ما بيعملش عملية الكومباريشن، ما بيعملش عملية الكومباريشن. يعني هو بيعد العدد صح؟ كويس؟ بس هو مش بيقارن حاجة، هو بيعد لك بس يقول لك انا عندي 3 4 5 6 7 8 كويس. طب انا اعمل ايه؟ الحاجه اللي حضرتك تقول له اه انت شوف هنا هو في اوت تاني انا مخبيه عنك شويه في الكاونتر اسمه الكاونت فاليو كويس. فانا مش هحط هنا بقى في سيت فاليو ولا حاجه، هشوف الكاونت فاليو هو عدى كام عدد وهاجي اكون حاضر لوك تاني ان هو كومباريتور مثلا واقول له شوف لي بقى الكاونت الفاليو دي هل هي اكبر من او تساوي 10؟ لو هي وصلت انها اكبر من او تساوي 10 لو سمحت طلع لي الاوت ان هو اسمه مش هو كومباريتور خلي كومن من الفاليو. فكان الكاونتر هنا هو مضاد المعدات بس ما بيعملش الاوت بتاعه معناه ان هو بدا يعد. الاوت بتاعه بيبقى واحد وانس انه بدا يعد مش لما بيوصل لفاليو معينه. تمام كده؟ فالحل بتاعه ان انت لازم تحط له ايه؟ كومباريتور بعد كده. في مشكله في الكلام ده؟ زي بالظبط الداون كاونتر بس الفرق ايه ما بين الاب كاونتر والداون كاونتر؟
الاكرم ده المفترض ان هو الدوله المفروض ان هو يبدا من رقم كبير، يبدا مثلا من 10 وابدا انزل لما اوصل للزيرو ياكل الاكرم كويس. وفي حاجه اسمها اب داون كاونتر، ان بدل ما انا يبقى عندي انبوت واحد بس اللي هو اب ده انبوت مثلا بيعد اب، لا ممكن يبقى عندي كمان انبوت تاني اسمه داون كويس، يبقى عندي واحد بيعد فوق واحد بيعد تحت، ولما اوصل لفاليو معينه اروح اطلع اكتب الاب. طب في الكيس مثلا بتاع سيني لا انا عندي انبوت بيعد اب وانبوت تاني بيعد داون كويس، لما اوصل الكاونت فاليو لفاليو معينه هطلع ايه؟ الاب كويس. يبقى في كاونت بتعد تنازل، وفي كاونت بتعد تصاعد اللي هي الاب كاونت كويس، وفي كاونت بتعد اب وداون مع بعض، بحيث ان انا لو عندي مثلا حاجه اوبجكتس معينه ماشيه على سيف معين كويس، فانا بقول ايه لما هتعدي قدام السنسور هعد ان في عدى قدامي 1 2 3 4 5 هعد الاوبجكتس اللي مشيت قدامي كويس. بس ممكن اكتشف بعد كده في سنسور ثاني بيكتشف ان الاوبجكت دوت مش مناسب او الاوبجكت دوت فيه مشكله هطلعه من السيف مش هعد كده مش هيبقى من ضمن البرودكتس اللي هطلعها، فبالتالي ان انا اكونت ايه حتى مش في مشكلة شوية في الكلام ده؟ حسيت. آخر حاجة عشان نقفل الموضوع ده هي في حاجة اسمها مصدر كوبي من الـ ماركة مش حاطط ماركة. عاوز الماركة فيها انت مثلا عندك سنسور كويس، مفترض ان السنسور ده وراكب مثلا على خط الانتاج، فخط الانتاج بيعدي كده من تحتيه فوصل بوكس معين على السنسور حلو، فمفترض ان هو الخط دوت وقف او الكونفير دوت وقف علشان خاطر حاجه تتعبى جوه البوكس. ايه اللي وقف الخط او ايه اللي وقف السير؟ السنسور شايف البوكس كويس، انا حطيت الحاجات اللي انا عايزها جوه البوكس وعايز ارجع امشي السير تاني، كل ما امشيه السنسور هيشوف البوكس يبقى موقف تاني، ما هو السنسور شايف البوكس. لو انا بقول ان الكونديشن اللي بيوقف السير دوت او اللي بيوقف الحاجه ديت هو ان في ان السنسور دوت او ان الفوتو سنسور معين شايف بوكس شايف الاوبجكت، فالسنسور هيطلع على طول شايف الاوبجكت، وبالتالي عمري مع عمر السير دوت هيرجع في حبه تاني. انت فاهم انا اقصد ايه؟ اصلا انا دلوقتي عندي حاجه زي كده سيت في سيت اهو صح؟ فدوس انا على الستارت مش بوكس وبيهوى ماشي؟ اللي بيوقف الموتور بتاع الكونفير هو الستوب مش بوكس او فوتو سنسور خلاص. الفوتو سنسور طول ما هو شايف البوكس خلاص هيبقى قافل وعلى طول عامل ريسيت. ايه الحل بقى؟ احنا كنا بنحط ماركر بنحط كونديشن لو هو الحاجه اللي بتحط الاوبجكت دي مثلا لو كان فالف او حاجه كانت بتمني بعد ما الفالف يقفل مثلا يدي حلو بعد ما الفالف ادى سيجنال عشان يقوم تاني ادى سيت مره ثانيه بس هو ادى زيت بس البوش الفوتو سنسور بيدي ريسيت ماشي. انا كنت بحط ماركر لان اول ما هو يقفل في فايل معين تقريبا ما كانش بيقفل السنسور ما بيخش ايه اللي قفل كلها ما بصش لا هي الفكره المثاليه ليها ان انا اقول له لا انت ما توقفش على انك انت شايف الاوبجكت انا عايز يوقف لما يحصل الفيت البوكس اوت عدى من تحت السنسور وهو جاي يعدى من تحت السنسور عايز السنسور اول ما السنسور يخلص في البوكس هيكون قافل هنا هو وعامل ريسيت خلاص
لو انا بس كل الفكره لو انا جيت هنا اهو على الخط الاول ورحت عملت فيه علامه كده مثلا لفوق معناه ان هو يبص على البوست الايدج بس بمعنى ان هو الكونتنت ده هيقفل في لحظه ما السنسور شاف البوست بس بعد كده هيرجع يفتح تاني. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ يعني الكونتنت دوت لما بعد ما يسمي اقول له بوست الايدج معناه ان انت دلوقتي الاوبس دوت لما هيجي هيبقى تحت الايه؟ هيبقى عامل كده هو ده كده دي السيجنال بتاعته دي السيجنال اللي هيديها له ان هو كان بيزيرو اول ما شاف البوكس هيفضل ايه؟ يطلع واحد. لما البوكس يعدي من تحت يرجع تاني للزيرو. السيجنال بتاعت البوست الايدج يعني دي السيجنال العاديه ده الكونتاكت العادي. طيب لكن البوست الايدج كونتاكت هيعمل ايه بقى؟ هيجي ان هو مش ديت لحظه التغير من زيرو ل 1 لحظه التغير من زيرو ل 1 هيقوم هو مدي باص. طب انت بعد كده على طول ثابت عند ال 1 ما عرفتش انا بزيرو خالص يبقى هو بيدي بلس بس في لحظه التغير هو بزيرو واحد يعني لو الفاليو القديمه بتاعت الانبوت دوت كانت بزيرو والفاليو الجديده بواحد يقوم هو مطلع هو خلاص الفاليو القديمه بواحد والفاليو الجديده بواحد ما اعرفش حاجه هيرجع تاني بزيرو وبالتالي هو هيوقف هيدي سيجنال على البي سي لحظيه كانها مش بطل لان هو ده الصغير واحد يفضل السنسور شايف الاوبجكت مفيش فميزه البوست الايدج ان انا ببص على لحظه تغير السيجنال اللي جاي من زيرو لواحد بطلع قصادها خالص. لكن النيجاتيف ايدج اللي هو احنا بنمثلها ممكن بالكونتاكت اللي هو دي سهل بتاعته بيبص على لحظه تغير السيجنال اللي عنده من 1 لزيرو يعني بيبص على النيجاتيف ايدج ساعتها بيقوم مطلع قصادها. يبقى النيجاتيف ايدج كونتاكت معناه ان هو بيبص على ضعف التغير السجن من 1 ل 0 فيقوم مطلع اكس بلس البوست ايدج كونتاكت بيبص على ضعف التغير السجن من 0 ل 1 فيقوم مطلع ايه؟ مطلع تمام كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ بس ممكن برضه ناخد من الاوت كونتاكت يعني ممكن ناخد فيدباك من الاوت لو عندي اوت ممكن اعمل له فيدباك مش مشكله كويس لكن ما ينفعش الانبوت مثلا اكتب عليه لو انا عندي انبوت بس بوش بوتر ينفع اطلع اكتب عليه حاجه ما ينفعش فالانبوت بتمثل الكونتاكت بس الاوت بتمثل بالكوينز لما اجي اكتب عليها وتمثل بالكونتاكت لما اكون عايز اقرا منها اكون عايز اقرا الفاليو بتاعت الاوت اقدر ان انا احط كونتاكت زي ما هو كده عشان اشوف الفاليو بتاعت الاول. ديت لو احنا بنتكلم عن فيزيكال انبوت. في انبوت او في فاليوز ثانيه ما هيش لا انبوت ولا اوت هي مجرد ميموري لوكيشن في الميموري بتاعت البي بي سي. كويس اللي احنا بنسميها الباكتات. دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا ممكن يبقى عندي مثلا في جزء كبير من البرنامج مثلا او في كونديشنز كتير فانا عايز انظم البرنامج شويه فاقول اه الكونديشنز دي مثلا هسميها كونديشن 1 والكونديشنز الثانيه دي مجموعه الكونديشنز دي مع بعضها هسميها كونديشن 2 فكونديشن 1 وكونديشن 2 دول التو فاريبلز انا عرفتهم جوه البي ال سي بس ما هماش لانبوتس ولا اوتبوتس ساعتها بسميهم او مكان في الميموري انا حاجزه عشان اسهل على نفسي كتابه الكود او يبقى شكله ايه مناسب كويس ولبقى انها ماركرز يعني هي لا انبوت ولا اوت فانا ممكن استخدمها ككونتاكت وممكن استخدمها كانها ايه؟ كويس ممكن اكتب عليها ممكن اقرا منها الحاجه الوحيده اللي ما اعرفش اكتب عليها هي الفيزيكال انبوت ما ينفعش مش بطل اكتب عليه فاليو معين تمام كده يا شباب؟ في مجموعة بقى ملحوظات كده سريعة
خاطر السمات الملحوظات دي. اول حاجه لو انت جيت تستخدم السيت سيت السيت سيت لاش لازم تاخد اسم او مش اسم لازم تاخد هدف. احنا عندنا الانبوتس عموما لما هنفتح بعد شويه هنعرف انها بتبدا من المصباح بالاي والاوتس من المصباح بالاي والام بتلخص بي المخرج. انا بتكلم دلوقتي عن سوفت وير معين اللي هو سماك فالاي يعني سيمبل ده سيمبل بتاع الانبوتس كويس والكيو هي سيمبل بتاع الاوتس والام هي سيمبل بتاع المخرج. في حاجه اسمها ام دبليو دي برضه ماركرز بس من نوع مختلف شويه انها تكون وورد ماركرز يعني في الاي والكيو والام الحاجات دي كلها لو هي موجوده لوحدها كده معناها ان انا حاجز بيت واحده جوه بايت. انت عارف ان البايت فيها 7 او 8 بيت فلما عايز احجز بيت واحده اكتب كده كويس. لما احب احجز وورد على بعضها اللي هم 2 بايتس جنب بعض 16 بيت على بعض كده. فبقول لك ان السيرف سيرف بيحتاج ان هو ياخد عنوان او ياخد هدف مرة يعني لازم يتحجز له مكان في الميموري خاص كويس. فانا ممكن اثبت مثلا ان انا الماركرز العاديه اللي انا هستخدمها انا في البرنامج اخليها ام 0 دوت 0 ام 0 دوت 1 ام 0 ديت يعني ايه بايت ودوت 0 هي البيت اللي جواها. لكن بالنسبه لي الحاجات اللي هي السيرف سيت فلوكس هخليها تاخد ماركرز اما 10 من 0 اما 10 من 1 وهكذا. ده بس عشان لو انت بتعمل البرنامج يبقى الموضوع موظف شويه. بالنسبه للتايمرز التايمرز لازم تاخد اسم فمسمياتها هتبقى تي حاجه تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 فلازم تدي اسم لكل ايه؟ لكل تايمر. الكاونتر برضه كل كاونتر هتحطه لازم تدي له ايه؟ اسم بس الاسم بتاعه يبقى سي 1 سي 2 سي 3 1 تمام؟ البوستيف ايدج والنيجاتيف ايدج السيماتيك مانجر في معظم السوفت ويرز يا اما بيبقى مثلا كونتاكت فيه سهم فوق او يا اما كونتاكت اللي هو جواه بي وكونتاكت اللي هو مثلا جواه ايه؟ السماعه كمان هي موضوع مختلف شويه. ماسكين بس هو كده كويس. انت الكونتاكت اللي انت عايز تاخد منه بوستر ايدج مثلا وليكن هو فوتو سنسور كويس. حضرتك محتاج تحط بعد دي زي كويس اهو محطوط جواه دي ده معناه بيقول له خد بوستر ايدج من الفوتو سنسور خلاص وتبني الكلام دوت على ماركر بقى انت ليه تستخدمه كويس. ماركر لو ياخد مثلا ايه ام 0 دوت 0 اتفقنا الماركرز بتاعتنا هنسميها ام 0 دوت 0 بس البي ده نفسه محتاج هو كمان ادرس زي بالظبط السيت في سيت فده ممكن نديله مثلا ايه ام 20 دوت 0 وهكذا. يبقى لما اجي استخدم بوستر بيت مش مجرد كونتاكت جوابي زي الدنيا ورديه كده في معظم السوفت وير لا ده انا هحط السيجنال اللي انا عايز اخد منها بوست ايدج واحط لها الكود بتاع البوست ايدج وهطلع الناتج بتاع الكلام ده على اخر حاجه خالص ان وانت بتتعامل مع التايمرز او الحاجه اللي قبل التقديم عليها التايم ما بيكتبش كده التايم ليه فورمات في كل سوفت وير كل سوفت وير ليه فورمات تي اش هكتب بس انا عايز 5 ثواني يبقى هكتب 5 وبعدين اسم. عايز 5 مللي ثانية يبقى 5 ايه منها. كويس؟ عايز 3 مش عارف ساعات يبقى 3 اتش. طبعا كلهم في اتش. ده اسمه تايم فورمات. ده معروف في كل سوفت وير بتاعت الجيمز. ما بكتبش رقم التايمر صح؟ ايه؟ رقم التايمر؟ رقم التايمر فوق في 1 لا في المجال سوفت وير الثانية؟ الوقت. الوقت؟ لا الوقت انا بقول لك الوقت بتيجي تدخله من هو عند التايم. ما تكتبش 5 بقى ولا 2 لا انت تكتب تي هاش 5 اس تي هاش 5 ام اس تي هاش 3 اتش على حسب انت عايز الساعه ولا الدقيقه ولا الملي سكند او يو اس لو انت عايز مايكرو سكند كويس. بس هو في فرق صغير بس
ان ده سيماتيك مانجر الفيرجن بتاعته رقم 5 بيكتب قبل التي هيك بيكتب اس. لكن فيما عدا ذلك من السوفت وير هي التي هاش فقط. خلاص؟ انا بقول لك حاجه قبل كده. الكاونت فاليو دي لو انت دي ممكن تبقى فرنج مختلفه مش شرط تبقى فتحت تبقى في نفس الفرنج. فالكاونت فاليو ساعتها لو كانت فرنج مختلفه هتحتاج انك انت تبني الكاونت فاليو دي على ماركر. بس الكاونت فاليو دي رقم انتجر. ما ينفعش تحط له ماركر ام. تحتاج تحط له ماركر ام دبليو. ممكن تحط له مثلا ايه؟ ام دبليو 100. يبقى الميموري وورد خلاص. وتيجي هنا بس تقول له ايه؟ يقرا من الميموري وورد 100 ويعمل كذا كذا. اوكي؟ تمام. تمام كده؟ هنعمل ايه بعد كده؟ نعمل عمليه. شايف مع الماتد اللطيفه دي؟ انا عايز الانبوت اللي داخله تكون برضه الخطايا. اللي هي ام دبليو 100. ام دبليو 100؟ اه مال. كونتاكت يعني ولا تبقى؟ لا مش كونتاكت على فكره. هنشوف كل حاجه برضه. هتتبع حاطط سوز برضه. الكونتاكت والكويل خاصه بالحاجات الكل دي. تمام. ايه اللي اصلا تمام؟ احنا المفروض ان شاء الله هنطبق الكلام ده في اكزامبل. انا هساعدك في البدايه شويه. وبعد كده هدي لك مساله انت المفروض تحلها مع نفسك وعليها تدور في الموقع بتاعك. تمام يا شباب؟